السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا دكتور معاذ، راح نكمل شرح محاضرات الكيمياء لطلاب طب نينوى. راح ناخذ ان شاء الله اليوم محاضره 12 وغدا محاضره 13. طبعا انا اعتذر تاخرت بسبب يعني كون عندي امتحانات. اليوم راح ناخذ ليكتشر 12 راح ناخذ الايونز ان لايفنج سيستم، الايونات اللي متوفره بالجسم الانسان. تمام، الموضوع ان شاء الله مو ذاك الصعوبة. ايون in the living system. The most common cation and anion. cation شنو؟ يعني العدد التكافئ يكون positive والانيون يكون negative. تمام؟ يسمون cation anion. Any fluid of the living system given in the table 922. زين. هذا النيل cation وهاي الانيون اللي موجودة بالجسم. بالجسم اكو صوديوم، اكو بوتاسيوم، اكو منغنيس، اكو كالسيوم، اكو حديد، تمام، اكو كلور، اكو HCO3 و H2BO4 و HBO4. ان شاء الله هاي الثلاثة مهمة وراح ندرسها اتوقع بالمحاضرة 13، بس هي براسكم براسكم راح تاخذوها بالمستقبل. مهمة جدا لان راح يفيدوني ان شاء الله، يعني يشرح المستقبل انه الجسم من يصير بيه اسيد عالي فيصير عنده حاله يسموها اسيدوسيس، مرض ان شاء الله راح تدرسوه، هو راح يدخن فيعوض ويرجع الجسم انه يكون نيوترال. تمام، بالنسبه للحديد عندي الحديد الى تكافؤين، عندي تكافؤ بوزيتيف 2 وبوزيتيف 3. البوزيتيف 2 يسموه فرس، خفت تسمعون بيه فرس، اللي موجود بالجسم هو فرس. الثلاثي فرك، تمام، الفرق انه الفرس هو الموجود بالجسم، تمام، هو اللي هو اصلا موجود بالهيموغلوبين بنفس الوقت. الفرق قليل وجوده بالجسم، تمام. زين دكتور، ممكن انه اكو درجات بالاسواق موجوده على شكل حديد؟ نعم، الحديد الموجود بالاسواق اما فرك او فرس. زين شلون بهاي الحاله؟ الفرك من يدخل للجسم هو تلقائيا راح يتحول الى فرس، تمام، هي هاي الفكره من عندنا. يقول البوتاسيوم والمغنيسيوم ايون ار فاوند موستلي ان ذا سيلولار فلويد. زين هسه البوتاسيوم وين نلاقي؟ نلاقي داخل الخليه، هو المغنيس هاي الخليه، داخل الخليه تلاقي البوتاسيوم وتلاقي المغنيسيوم، يعني كله لا بس الجزء الاعلى، الجزء الاكثر، يعني مثلا تلاقي 80% داخل وخارج 20% فقط. بينما الكالسيوم الصوديوم والكالسيوم نلاقيه موجود between the cells، الفلويد اللي بين الخلايا، هذا الفلويد اللي يكون بين الخلايا هو اللي راح نلاقي موجود به كالسيوم وصوديوم، تمام، يدعى بالانتراسيلولار فلويد. زين هسه نجي نعرف شنو فائده الكالسيوم. الكالسيوم ايون ار نيدد فور هيلث بون، مسؤول عن صحه العظام والاسنان لانه هو اللي ينطي القوه. فور ان كذلك فور بلود كلوتينج، تخثر الدم مهم وان شاء الله راح تاخذوه اتوقع بالفسيولوجي وبالباثولوجي. And for regulation of the heartbeat، نعم، حتى دقات القلب تكون منتظمه لازم يكون عندي كالسيوم. الكالسيوم من يدخل الى الخليه راح ايش يسوي؟ راح يزيد احنا نسميه البوتنشال، بوتنشال، فراح يصير يعني دقات القلب. هذا البوتاسيوم من يختل راح تختل الهارت بيت، تمام، اذا هو ينظم الهارت بيت. Very small quantities called trace amount. الأكو أيونات هي موجودة بالجسم بكميات قليلة، تمام؟ هسه احنا نقسم الأكو كاتيون وأنيون موجود بكميات قليلة وأكو موجود بكميات كثيرة، إنه very important. الـ very important عندنا كالسيوم وعندنا البوتاسيوم والصوديوم، هاي very important. اللي موجودة بكميات قليلة داخل الجسم يسموها trace amount، تمام؟ اللي هي نحتاجها to maintain of the life، على مود يحافظ على الحياة. الهيموغلوبين شنو يحتوي؟ الهيموغلوبين يحتوي على الايرون، الايرون يعتبر من الاسينشال، من الاسينشال كاتيون اللي مهمة جدا بالجسم. تعرفون ان نقصان الحديد راح يسوي الايرون ديفيشنسي انيميا، وهي مشهورة جدا. يحتوي على الفرس، والفرس له فد اهمية جميلة جدا بالجسم اللي هو ينقل الاكسجين والكربون دايوكسيد اللي هو CO2، تمام، من والى الرئه. الفرس والفرك وين نلاقيها النوم؟ شوف اهميتها،
راح تكون موجوده كذلك، تعتبر كبارت اوف ذا سيتوكروم سيستم. السيتوكروم سيستم هذا سيستم يسوي اكسده داخل الميتوكوندريا، يعني مود ينتج لي طاقه. هذا السيستم يحتوي على الفرك والفرص اللي هي تكون راح تكون مسؤوله عن هذه الاكسده. اذر ميتاليك كاتايون، الكاتايون الاخرى مثل عندي الكوبر، عندي الزنك، عندي الكوبالت، هذا كوبالت، كوبالت وليس احادي اكسيد الكربون. احادي اكسيد الكربون هكذا يكتب، كوبالت هذا هكذا يكتب، تمام. ان منغنيز لو ام ان، تعتبر مهمه تساعد للانزيمات بالجسم، تعمل كمساعده للانزيمات. زين، هاي الانيون والكاتيون اللي ذكرناها اللي تعتبر تريز اماونت، توجد بكميات قليله بالجسم، هذه توجد بالجسم ليس مو وحدها، توجد ككومبلكس. يعني شنو؟ يعني ما راح نلاقي يوم من ايام بالجسم موجود كوبر لوحده، لا راح نلاقيه على شكل مركب مثلا، تمام. وهسه ناخذ معادلات عليه. كومبلكس ايون ميد اب اوف وان اور مور ميتاليك كاتيون سراوندد باي اذر ايون اور مولكيولز. هاي الميتال الكومبلكس تتالف من تجمع الكاتيون، يعني مثلا يجي منغنيز يتفاعل ويا من، ويا كوبر، ويا بوجود مثلا نيتروجين، فراح يكون لهذا الكومبلكس، تمام. لان احنا ما راح نلاقيها موجوده بشكل منفرد، راح نلاقيها على شكل مركب. These other ions or contain nitrogen, oxygen, sulfur. كذلك النيتروجين، الاكسجين، السلفر راح نلاقيها شنو موجوده ككومبلكس. شوف هسه مثلا احنا مو قلنا النيتروجين نلاقي ككومبلكس، نعم. شوف النيتروجين نفسه يجي راح يتفاعل ويا من، ويا الكوبر، الكبر، تمام، كبر، ويا الكبر هو النحاس CU، راح يعطيني CU NH3 by 4، راح نلاقيها بس بالجسم موجودة على هذا الشكل، النيتروجين والنحاس نلاقي بهذا الشكل، تمام. هاي اخذنا مثال بسيط. يقول لك many large molecules، الكثير من الجزيئات في الجسم تحتوي على النيتروجين، نعم، من ضمنها البروتينات، من ضمنها هذا النحاس اللي هو الكبر اند نيتروجين، مو النيتروجين تلاقيه موجود دائما يعني بكثره بالجسم. زين، يقول لك sometimes، في بعض الأحيان، هذه الرياكشن اللي هي تفاعلات الميتاليك كاتيون and large molecules، هو شنو؟ الميتاليك كاتيون يتفاعل ويا جزيئة كبيرة فيتكون جزيئة أكثر استقرارا، بس هذا التفاعل في بعض الأحيان يسبب لي poisoning to living system. يعني مثلا بعض الأحيان إنه ال Hg إذا تفاعل ويا النيتروجين، لو تفاعل راح يعطيني مركب يكون سام إلى الجسم. طبعا المركب هو HgNH3، بس توازن المعادلة، تمام؟ راح يعتبر شنو سام، لذلك هذا بالجسم، تمام؟ ما راح نلاقي موجود ككومبلكس، أو هو أصلاً يعني موجود بكميات جداً ضئيلة. الرصاص البي بي هم نفس الفكرة، ما راح نلاقي موجود بالجسم، لأن هذا يعتبر هو أصلاً سام، وإذا لقيناه راح نلاقيه على شكل بي بي، ما نلاقي مثلاً بي بي إن إتش 3 باي 4، مستحيل، لأنه يعتبر بويزنينج، تمام؟ يقول both are particularly poisonous to human. شنو البويزنينج مالته؟ يقول لك lead ion عند toxic effects on kidney، يأثر على الكدني، نعم راح تاخذوها ان شاء الله بالتوكسيتي. لا اتوقع انتم كطلاب طب ما تاخذوها، الصيدلي ياخذوها، انه الليد اللي هو النحاس الرصاص يأثر على الكدني فيسوي لي فشل بالكلى، ويسوي لي دمج بالنيرف. اذا دني بالجسم هي اصلا ما راح نلاقيها موجوده، واذا وجدت راح تسوي لي توكسيتي. الميركوري كوز يسبب لي دامج تو برين اند نيرفس سيستم، تاثر على البرين والنيرفس سيستم. اذا هذني الايونات تعتبر غير موجوده بالجسم. اذا احنا موجود بالجسم شنو عندي؟ كوبر موجود عندي. شنو موجود بالجسم؟ هو موجود بالجدول اللي هي الكوبر، منغنيز، لاني تكون على شكل كومبلكس، ما راح الاقيها وحده، الاقيها بشكل كومبلكس، كومبلكس ويا النيتروجين. This ion react with sulfur atom of the large molecules involved in the many important function of the body. The result is that molecule disrupts and prevented from reforming their normal function. يقول لك ذن الميركوري والليد إذا تفاعلت ويا السلفر داخل الجسم راح تسبب لي مشاكل.
هسه الى حد هنا يعني اخذنا الايونز اللي موجوده بالجسم والكاتايونز اللي موجوده بالجسم، عرفنا انه البي بي والاتش جي ما موجوده يعني ممكن يسبب لي بويزنينج، واذا حتى كانت على شكل كومبلكس راح تكون بويزنينج، لذلك ما راح نلاقيها موجوده. للعلم الكبر هو الكبر هو هم يعتبر بويزنينج، ولكن بالجسم راح يوجد مع كومبلكس، بدام يوجد مع كومبلكس راح يكون نوت بويزنينج. ما عدا شوف ال HG وال BB ليش ما موجود بالجسم؟ لأن هو وجوده لوحده أو مع كومبلكس هو بويزنينج. هسه راح نجي إلى موضوع جدا جدا مهم، تمام؟ وهذا الموضوع راح نشرح ورقة وقلم لأنه جدا مهم. راح نأخذ هذا الموضوع أنتم ماخذيه أكيد بالسادس، ولكن هنا أنا شوية نفصل لأن راح ندخل على ال Lighting System. راح نأخذ ال Ionization of water. شنو اقصد بالايونيزيشن اوف ووتر؟ شنو التأيون؟ التأيون كتعريف سهل هو فقدان او اكتساب بروتون، او العفو هو فقدان او اكتساب الكترون. انا اما افقد بروتون افقد الكترون او اكتسب الكترون، هذه يسموها عملية التأيون. راح ناخذ التأيون للووتر. الووتر الووتر اللي هو H2O، جزيئة الماء ترتبط مع جزيئة الماء الأخرى، خلنا نأخذ مثلا جزيئتين ماء عن طريق الهيدروجين بوند، صح؟ زين، عملية التأيون هو عملية فقدان أو اكتساب إلكترون. شلون يبدي السيستم؟ يعني مثلا هذا الأيون هذا المركب ينطي بروتون، يفقد بروتون، هو من يفقد بروتون يعني شنو؟ اكتساب إلكترون، وإذا اكتسب إلكترون وإذا اكتسب بروتون هو فقد إلكترون، يعني هذا شيء معروف جدا. هذا الماء ايش راح يسوي؟ هاي الجزيئة راح تفقد هذا البروتون، تنكسر تنفصل، ينفصل البروتون. من انفصل البروتون، هذا بروتون من انفصل، هاي شنو اكتسبت؟ اكتسبت الكترون، لان هاي الآصرة صارت هنا فصار ناقص او اتش بلس. هذا الاتش راح يجي وين يرتبط؟ هنا فش راح يكون اتش 3 او. هذا فقد شنو بروتون وشنو اكتسب الكترون فصارت اشارته نيجاتيف، هذا اكتسب بروتون فصارت اشارته بوزيتيف لانه فقد الكترونات والالكترونات اشارتها نيجاتيف لذلك صار بوزيتيف. اتفقنا؟ هسه هذا تأيون الماء. في بعض الكتب شلون يكتبون تأيون الماء؟ يكتبوا يقول لك انا عندي اذا جزيئه واحده مو جزيئتين شلون يصير التأيون؟ التأيون يصير كالاتي، انا عندي جزيئه صح؟ الماء راح يفقد البروتون فش راح يطلع؟ H بوزيتيف زائد ال OH اكتسبت الإلكترون فصارت OH نيجاتيف. إما نكتب المعادلة بهذا الشكل أو نكتبها بهذا الشكل، يبقى بكيفك، تمام عمي؟ هاي مهمة جدا. هسا نكمل. Formation of the ions by breaking polar covalent bond. يقول شلون راح تكون الايون بهاي الحالة أو شلون يصير ionization؟ راح تنكسر هاي covalent bond اللي نسميها hydrogen bond، العفو covalent bond هاي hydrogen bond بين جزيئة وجزيئة، بس هاي الجزيئة مرتبطة عن طريق مع بعضها، يعني ال O بالجزيئة الماء مرتبطة مع ال H عن طريق يسموها covalent bond. إن شاء الله تاخذوها مستقبلا تعرف شنو صفاتها، تمام؟ فراح يكون هاي العملية اسمها ionization. ايش كاتب وراها؟ كاتب معلومه يقول لك انه الالكترون بير اوف ذا بروكن بوند ستاي وذ مور الكترونيجاتيفيتي اليمنتس. زين هسه هذا من انكسر، هسه نجي هنا، هذا من انكسر الاصره كانت بين من وبين من؟ بين الاو وبين الاتش، صح؟ الاصره شنو بيها؟ خلينا نجي نرسمها هنا بصوره اوضح. انكسر الآصرة شنو بيها؟ الآصرة إلكترونات، مضبوط؟ وشنو الارتباط؟ جاي إلكترون من هذا وإلكترون من هذا ومرتبطة. زين هاي الآصرة منو ياخذها؟ ياخذها الأو ولا ياخذها الـH؟ ياخذها الأو، ليش؟ ياخذها المركب
او الاتومز اللي يكون مور الكترونيجاتيفيتي. من المور الكترونيجاتيفيتي الاو، اذا الاو هو راح يكتسب الاثره بعد الكسر، فهو راح يصير نيجاتيفلي تشارج وهذا راح يصير بوزيتيف تشارج لانه هو فقد الالكترونات. تمام، هاي المعلومه مكتوبه عندكم. زين هسه نجي، التأين هو مثل التفكك. تمام، يقول لك تركيز ال H3O وتركيز ال OH. هسه ال OH يعتبر هو يعني البيس، يعتبر البيس بعد التفكك، وهذا يعتبر الأسيد. زين ليش؟ نرجع نكتب المعادلة كالعادي. من هو اللي فقد البروتون؟ هاي الجزيئة، هو مو كانت جزيئتين مي، وحدة انطت H تمام ووحدة بقت على شكل OH. اللي انطت ال H مالتها هاي يعتبر أسيد، لأن الأسيد هو قابل، العفو، يعتبر بيس. لان ليش؟ يعني اكتسب الكترون. تمام، هذا شو يعتبر؟ مقياس للاسيد. تمام، يقول لك هذا تركيزه 1 × 10^7. طبعا الماء يعتبر متعادل، بس اقول لكم ليش. تركيز البيس، شوف تركيز الـ OH وتركيز الـ H3O اللي هو نفس الـ H طبعا، إذا صارت على شكل جزيئة واحدة، إذا سوينا المعادلة على شكل جزيئة واحدة راح يطلع OH زائد H، صح؟ الـ H هو نفس الـ H3O. شوف مدام هم متعادلين إذا يعتبر الماء نيوترال. هسه نيجي نكتب معادلة التفكك شلون صارت. معادلة التفكك كالآتي، نرسمها هنا ونكتبها على شكل معادلة. شوف عمي، ثابت التفكك للماء شو يساوي؟ اللي هو يسموه KW، يساوي من المتفكك على الغير متفكك. شنو المتفكك؟ الـ OH، تركيز الـ OH، هاي طبعا اشتقاقات، على تركيز الـ H2O مرفوع تربيع. ليش؟ هنا ناكل وسطين الطرفين، راح نلاقي انه K في هاي الكمية يساوي لنا OH في H3O. تمام، طبعا هذا هو يسموه K water. اذا ال K water يساوي لنا تركيز ال OH مضروب تركيز الهيدرونيوم، هذا يسموه هيدرونيوم. إذا كانت الـ OH تركيز البيس وتركيز القاعدة، تركيز القاعدة وتركيز الأسيد متساوي، نقول على هذا المركب شنو هو؟ نقول عليه هذا المركب نيوترال. إيش قد تركيز الـ OH في، مو قلنا متعادلين متشابهين؟ هسه نضرب 10^7 في 10^7 10^14، صح؟ إذن الـ K water اللي هو ثابت تفكك الماء هو 10^1 × 10^14. عرفنا من اجت تي؟ اجت ناتج من ضرب المتفكك اللي هو الـ H والـ OH، او الـ H3O والـ OH. تمام، إذن الـ water يعتبر شنو؟ تمام، يعتبر نيوترال. نيوترال ليش؟ لان يعني تركيز الاسيد وتركيز البيس كان بي متشابهين او equal. إذن إذا كان تركيز شلون أسأل؟ شوف إذا الـ H تركيز الـ H أسأل يساوي لنا تركيز الـ OH، الـ H هو نفس الـ H3O، متفقين؟ يساوي تركيز الـ OH، هذا نقول عليه نيوترال. إذن إذا كان تركيز الـ H مركب هو أكبر من تركيز الـ OH، هذا المركب يكون أسيدك. زين إذا كان تركيز الـ OH هو أكبر من تركيز الـ H، إذن هذا المركب نقول عليه بيسك. إمتى المركب يكون بيسك؟ يعني إلى فت قيمة؟ نعم، أنا إيش عندي بمقياس الأسيديتي؟ إحنا جينا الـ K water،
10 بالسالب 14 صح؟ اذا كان الكونستريشن مثل اجاك وقال لك هذا الكي مالته مثلا هلقد او هذا تركيز الهيدروجين هلقد، هذا المقياس يمثل لي تركيز الهيدروجين تمام. اذا كانت القيمه اقل من 10 بالسالب 7 اذا كان تركيز الهيدروجين، انا اعطيتك قلت لك هذا مركب تركيز الهيدروجين به هلقد، بين لي هذا اسيد لو بيس. نجي إذا كان تركيز الH أقل من 10 سالب 7 يعتبر أسيدك، وإذا كان تركيزه أعلى من 10 سالب 7 يعتبر بيس، وإذا كان تركيز الH 10 سالب 7 يعتبر نيوترون. اتفقنا؟ مثلا إذا كان تركيز الH ونفرض طانيا 10 سالب 5 يعتبر أسيدك. زين قال لك إيش قد تركيز الOH؟ الكي احنا المقياس ايش قد توي تم ضربنا قلنا او اتش ب اتش، مو ضربنا 10 في سالب 10 سالب 7 في 10 سالب 7 انا 10 سالب 14. هو المقياس كله حتى نقيس الحموضي هو من 10 كتركيز من 1 الى 10 سالب 14 صح. الاتش ايش قد كان 10 سالب 5، ايش قد احتاج حتى اصير 10 سالب 14؟ احتاج 10 ناقص 9. اذا الاو اتش تركيزه 10 ناقص تمام. اذا كان الاو اتش تركيز الاو اتش اقل من 10 سالب 7 يعتبر بيس، واذا اكثر من 10 سالب 7 يعتبر اسيد، يعني 10 سالب 8 او 10 سالب 9 او هكذا تمام. هاي معلومه لازم نتعلمها حفظناها مهمه جدا. نجي نكمل شوف هنا نفس الشيء. شوف شو يقول لك، يقول لك in pure water equal solution both hydronium and hydroxide ion may be present in the product concentration مالتها 1 في 10 سالب 14 تمام. each of the following solution calculate concentration of the hydroxide. شوف منطيك بالconcentration الأول ال H هو 10 سالب 4 أقل من 10 سالب 7 شو يعتبر؟ acidic. هذا أول واحد acidic المركبات، يعني المحلول هذا acidic. زين المحلول الثاني انطاك تركيز ال H 10 أس سالب 10 بيسك أكثر من 7 من 10 أس سالب 7، هنا أنا منطقية 10 أس سالب 7 نيوترال، هنا أنا منطقية 10 أس سالب 12 بيسك لأن أكثر من 10 أس سالب 7 وهكذا. only in neutral solution يكون ال H يساوينا ال OH، يعني إذا قال لك تركيز ال H 10 أس سالب 7 خلاص إذن هو ال OH 10 أس سالب 7 تمام. عرفتكم شلون تعلموا تحسبون OH. الاكيوال سوليوشن اذا كان الH اعلى من الOH يعتبر اسيديك وبالعكس بيسك. زين هسه شوف هنا ايش قد تركيز الOH 10 سالب 12، اذا كان تركيز الOH هو اعلى من 10 سالب 7 يعتبر مركب اسيديك صح. C E B D F كلها انتو تحلوا لي، تقول لي هذا C تقول لي هذا محلول اما اسيدك او بيسك بس وبارك الله بيكم تمام. اريد طبعا هي اريد مطلبين حتى اشوفكم فاهمين ولا. المطلب الاول اللي اريده من عندكم هذا الجواب انتظر الدزورية. الاول اريد تعرف لي السوليوشن هل هو اسيدك لو بيسك، بس تكتب لي اسيدك او بيسك. وأريد تراكيز، إذا هو منطيك تركيز الOH أريد تركيز الH، وإذا هو منطيك تركيز الOH أريد تركيز إذا منطيك تركيز الOH أريد تركيز الH، وإذا منطيك تركيز الOH أريد إذا منطيك تركيز الH أريد تركيز الOH تمام. يعني مثل هنا إيش منطيني تركيز الOH، أديك طلع تركيز الH إيش قد، هنا إيش منطيني H أريد الOH وهكذا تمام. هاي عليكم حتى تتقون ونتناقش فيها إذا حبيتوا. شوفوا هاي اللي شرحت لكم اياها توته، قلنا اذا اكثر من 10 سالب 7 واذا اقل بالنسبه لل اذا منطق تركيز الH، واذا منطق تركيز الOH نفس الشيء علمتكم اياه تمام. هسه راح ندخل على الاسيد والبيس. اريد اتعلم شنو الاسيد، شنو اقصد بالاسيد. الاسيد هو المركب الذي يعطيني بروتون تمام، والبيس هو المركب اللي يعطيني OH هيدروكسيد خلاص.
امتى من اذبه بالمي، من اخليه بالمي يتفكك ينطي اتش. اذا تفكك الطاني او اتش اسمي بيز، واذا تفكك وطاني اتش اسيد. بس هذا الاسيد هل هو قوي او ضعيف؟ تصنف الاسيد على حسب القوه مالتها. زين، عندي سترونج وعندي ويك، نجي ندرسهم نقرا نشوف. اسيد اني كومباوند ذات ايونايز ان ذا ووتر تو فورم اوف هيدروجين ايون. حلو، من يتاين بالماء ينطيني هيدروجين، اتفقنا. اسيد ايونايز كومبليتلي وذ ديسولف ان ذا ووتر. الاسيد يتاين كامل من اذوبه بالماء. such acid called strong acid. عندي strong acid. شنو strong acid؟ الأسيد الذي له القابلية على التأين كاملا. شنو التأين كاملا؟ شكو H ينطيك إياه. من يتأين شكو H ينفصل منه ويكون هيدروجين آيون، يسموه strong acid. مثلا شوف ال HCl من أين وقال ما تنطيني، وراح ينطي ال H، ينطي ال H، فراح شي يصير H3O plus كلور. شوف شنطي، انطى كل الأتشات اللي عنده تمام وبسرعة، فيسموه سترونج أسيد. مصنف لكم سترونج أسيد هنا، نشوف HCl HBr H HI H2CO3. خلنا ناخذ بالله معادلة، شوف التأين اللي يصير بال H2 SO4 plus water ايش راح ينطي؟ شوف ينطي هاي الاتش المالتها قبل ينطيهم اياه. فشي ايش ينفصل؟ ينفصل طبعا، ينفصل على شكل H H3O زائدا SO4 تمام. طبعا هو يتفكك بطريقتين، يعني الاولى راح ينطي H1، والثانية ينطي، شوف هو التفكك يصير يعني بطريقتين التمدخهم بيها. وش كم H عنده؟ اثنين. من يتفكك بخطوتين، الخطوة الأولى ينطي الاتش الأول مالته، والخطوة شنو بقى؟ بقى H SO4. ال H SO4 يتفاعل النوب ويا المي ينطي H3O زائد، شوف فقد الاتش مالته. إذا هذا الأسيد يعتبر سترونج، ليش؟ لأن ينطي كل الاتشات مالته، كل الاتشات ينطيه. يعني مثلا ناخذ حامض ضعيف مثلا H2CO3، من يتفاعل ويا المي ايش راح ينطي؟ راح ينطي H1 فقط. هاي بعد يتفاعل النوب ينطي H، مستحيل ينطي H مالت الثانية. فش يسموه هذا؟ يسموه weak acid. weak acid ليش؟ شوف فرقوه، weak acid ما ينطي الأتشات مالته كلها، strong ينطي لأنه يعتبر كريم، احنا نسميه كريم يعني مثل بالكرم، فينطي الأتشات مالته كلها البروتونات. بينما الويك اسيد مستحيل، وينطي اتش واحد فقط يتوقف تمام. نكمل هاي هنا، منطينا الاتش سي ال والاتش بي ار والاتش 2 اس او 4 اتش اف اتش سي ان، منطينا نيم الكومباوند، هذا يسموه هيدروجين كلورايد، هيدروجين برومايد، داي هيدروجين سلفيد، هيدروجين فلورايد، هيدروجين سيانايد. زين عندنا قال لك other acid ionize only slightly when عندما dissolve in the water such as acid يدعى بال H2C2H3O2H. هذا acid يعتبر شنو؟ يسموه acetic acid، والخل weak acid. بما انه weak acid من يتفاعل ينطي H1 only، هذا ال H فقط يتفكك عنده. Another way، الطريقة الأخرى حتى نميز بيها أو نصنف بيها الأسيد، هي كمية الهيدروجينات اللي ينطيها من يذوب بالووتر. يعني مثلا طبعا يقسموها مونو ودايبوريك، يعني مثلا ال H2SO4 ينطي 2H مالتها، اثنيناتها ينطيها، فشي يسموه دايبروتيك أسيد، دايبروتيك أسيد. بينما مثلا ال H2 بما أنه ضعيف ينطي H1 فقط، فيسموه مونو بروتيك أسيد تمام. The hydrogen atom of the acidic molecule that I release to form the hydrogen
ايون ان ذا ووتر كولد اسيديك هيدروجين. الاسيديك مولكيولز اللي تم الاسيديك مولكيولز مو تنطي هيدروجين بالماء يذوب بالماء، هذا الهيدروجين يسموه اسيديك هيدروجين. HCl H2SO4 HNO3 او هيدروجين ان ذا كومباوند تعتبر اسيديك، ليش؟ لانها سترونج. فالهيدروجينات مال هاي سترونج اسيد يسموها يسموها اسيديك هيدروجين، تمام؟ بينما مثلا بالاسيديك اسيد، الاسيديك اسيد اللي هو يعتبر مثلا او خلينا مثلا والله احنا شلون ينكتب كان هو H3. شوف ايش كم HBO 3 5 4 مو كلهن يعتبرن اسيديك، فقط هذا هو الاسيديك. ليش؟ يعني هو هذا فقط يتفكك بالماء، بينما هذا كل الاتشات تتفكك بالماء فكلهن يسموهن اسيديك. بس سترونج شكو اتش موجود بالاسيديك بالكومباوند اسميه اسيديك هيدروجين، بالويك بس يتفكك او يصير بي ديسولف او يصير بي ايونايزيشن. Alright, chemical equation for ionization of the each of the following. اكتب لي ionization. هسوي لكم ال HBr والبقية انتو تكملوا ليها. شلون يتفكك؟ شلون يصير ionization؟ ويا الماء ينطيني H3O plus Br. تمام؟ بقية انتو تكملوا ليها. Example 2. Phosphoric acid H3BO4 can lose 3 proton right equation. ال H3BO4 يعتبر من الحوامض القوية. سوي لي التفاعل، التفاعل يصير 3 خطوات. الخطوة الأولى يجي ويا مي يفقد H1 يصير H2BO4، يتفاعل نوع ويا المي يمضي ال H الثاني مالته، شي يصير؟ يصير HBO4، بعدين يتفاعل ويا المي ويمضي ال H الثالثة. المعادلات هذني عليكم انتو تسوونها، لان هي سهله جدا، فانا بس عليكم تتعلموا. يقول according to Arrhenius definition اوكي، هذا عالم عنده قاعده علميه، يقول لك البيس هو any compound that increase of the hydroxine concentration in the water، هو المركب اللي ينطيني OH بالماء، والبيس العفو والاسيد هو اللي ينطيني H بالووتر، تمام؟ الـ NaOH نجي هسه على القواعد، أخذنا الحوامض، القواعد هي تنطي OH، تمام؟ القاعدة تنطي OH، القاعدة القوية تنطي كل الـ OHات مالتها، القاعدة الضعيفة تنطي only OH واحد، تمام؟ هنا مثل NaOH، NaOH يعتبر قاعدة قوية، لكن من يتفكك تفكك تفكك كلي ينطي Na زائد OH. شنو عندي النوع قوية؟ عندي مثلا ال KOH، مثلا ال CA OH by 2 يعتبر قاعدة قوية. شوف من يتفكك شي ينطي، ينطي كالسيوم زائد 2 OH، شوف اثنيناتها تفككت. بينما بالمغنيسيوم اللي هو ال OH هذا يعتبر ضعيف، ليش؟ ما ينطي كل ال OHات مالته من يذوب بالماء، ينطي جزء بسيط او ينطي وحدة فقط، يعتبر إنسان غير كريم. only small amount of the magnesium hydroxide dissolved in the water، تمام كميات قليلة لأنه weak. شو يقول؟ يقول إن أنا in the fact the seller of the magnesium hydroxide called milk، الحليب، حليب هو شنو بيه؟ magnesium hydroxide. المنغنيس is taken as anti acid، هذا Mg OH by 2 ينطوك anti acid مضاد للحموضة للمعدة، وينطوب حالات ينطوك لاكزاتيف، تمام؟ هي يسموها بورغاتيف. زين يقول لك الهيدروكلوريك اسيد اللي هو HCl موجود بالمعدة على مود يساعدني على هضم الطعام. اللاكتيك اسيد موجود وين؟ من يصير عندي ان شاء الله تاخذه، من يصير عندي اكسرسايز يعني تمرين، العضلة تحتاج جهد، فراح تحول الجلوكوز إلى لاكتيك أسيد، تمام؟ فيتجمع. زين هسه أنا ماخذين مجرد أمثلة على الأسيد الموجودة داخل جسمي، لأن أنا من درست الأسيديتي والبيسيسيتي، أنا إيش درست الأسيد والبيس؟ حتى من أجل جسمي أفهم من يزيد عند الأسيد، وأعرف شلون يزيد عند الـ OH، وأعرف شنو الحامض القوي شنو الحامض الضعيف. راح نجي شلون نقيس هذا الأسيد.
عندنا فد يعني معادلات نقدر نحسب بيها كمية ال H أو كمية ال acidity يسموها gram equivalent weight of the acid. غرام. إذا أنا أقيس الويت مال الأسيد بالغرام، هذا الغرام يمثل لي كمية أو كتلة الأسيد. زين شلون قانونه يقول؟ قانونه كالآتي: غرام equivalent of gram equivalent weight of acid. طبعا شو تساوي لنا هاي المعادله؟ تساوي لنا كالاتي: تساوي لنا gram molecular weight المولكولار ويت اوف ذا اسيد. يعني مثلا ال HCl ايش قد المولكولار ويت مالته؟ تجي تقول ال H المولكولار ويت مالته 1 وال Cl 5. هاي طبعا هو يعطيكم اياها الارقام 35 لان انتم تحطوها بالجدول الدوري. الكتله الموليه، الكتله الموليه للاسيد تقيسه على عدد الاسيد هيدروجين بير مولكيولز، كم هيدروجين عندي، تمام؟ كم هيدروجين او عدد الاسيدك هيدروجين بير مولكيولز للجزيئة الواحدة، كم هيدروجين عندي. ناخذ مثال، مثلا قال لك احسب لي الجرام ايكويفالنت ويت اوف ذا H2CO3 ويساوي لك الاتي: اول شغله لازم احسب المولكيولار ويت اوف ذا اسيد اللي هو هذا، ايش قد المولكيولار ويت مالته؟ ال H1 في عندي هنا 2 زائد ال C ايش قد؟ 12 زائد ال O ايش قد؟ 16 في 3. 1 في 2 2 زائد 12 زائد 16 في 3 ضرب قبل الجمع طبعا، فذاك اذا اضرب بعدين اجمع 48 2 و 12 20 العفو 14 هو 48 62 تمام. اجي اعوض 62 كم ايش عندي؟ 2 قسم راح يطلع لك. هاي بالنسبة للأسيد البيس نفس الفكرة، أحسب المولكيولار ويت وقد إيش قد عندي أو أتشان أعوضها. هسا ما منطينا هومورك، تمام؟ خلينا نحل. مثلا قال لك أحسب لي المولكيولار number of the equivalent أو أحسب لي الجرام equivalent weight of the acid لل H2SO4 H2 SO4 يساوينا ايش قد المولكيولار ويت؟ نحسبها كم H؟ 1 في 2 زائد ال S حقيقة ما اتذكر بس اتوقع 39 زائد هو يعطيكم طبعا بالامتحان هاي ال O 16 في 4 هاي الأربعة من تضرب راح يطلع المولكيولار ويت اللي هو ايش قد؟ تقريبا 98.1 ما عندي بالبوينت خلي 98. كم H عندي؟ 2 اقسم على 2 راح يطلع لي 49. هذا الاكسرسايز كله تحلوا لي ان شاء الله تمام. هذا الاكسرسايز 10 to 8. اتوقع يعني ما فيه ان شاء الله صعوبه. راح اجي ادرس النورماليتي تمام. النورماليه هي عدد المكافئات مقسومه بير لتر، عدد المكافئات لكل واحد لتر. يعني انا مثلا عندي سطلة بها 6 لتر تمام، فجيت قلت لك النورماليه مالتها هاي يعني كان هذا السطلة بها سوليوشن اسيديك ونفرض او بيس مو ماكو فرق ان شاء الله، فنقول اسيديك مثلا، وقلت لك عمي هاي الايكوفالنت مالتها مثلا 5 5 شنو؟ ل 6 لتر؟ لا لواحد لتر. فاذا هي عدد المكافئات للاسيد، المكافئات هو وحدة قياس شون عدد الغرام، شون الغرام يسموها المكافئة هنا. إذن هو number of the equivalent of the acid per liter أو base per letter of solution
النورمالية يرمز لها بالان، الان يمثل لي number of equivalents of the acid، عدد الاكويفالنتات مال الاسيد مقسومة على الفوليوم of the solution اللتر 6 6 5 5 وهكذا. زين، النورمالية is most useful as a unit concentration for calculation in titration. تفيدني وين؟ عملية التايتريشن. مثلا أنا اجيت وقلت لك عمي هذه سحاحة ما تتوقع مشتغلين بمختبر، تمام، قال لك عمي أنا عندي أسد غير معلوم، مثلا الويت مالته غير معلوم أو عدد المكافئات غير معلوم، وعندي بيس عدد مكافئاته معلوم، تجي هذا تسح تضيف على هذا بالأخير تسوي معادلة بيناتهم اللي هي عدد المكافئات البيس في حجم البيس يساوي عدد مكافئات الأسد في حجم الأسد، صح؟ صح. أنت هذا معلوم وهذا معلوم، هذا معلوم لأن أنا انطيتك إياه قلت لك solution هالقد أنت تقيسه، يبقى بس هذا فالطلع، تمام؟ هاي يفيدني بعملية التصحيح. نورمالية ما منطيكم عليها أمثلة، مجرد شارحة وانتم ماخذيها بالسادس. عندنا برون ستيد أسيد أند بيس اللي هو قانون برونستيد، يقول لك الأسيد هو أي مركب ينطي بروتون والبيس أي مركب يأخذ البروتون. يعني مثلا المي متعادل معنى نبي، شوف مثلا جيت فعلت الـ HCl ويا الـ NaOH، الـ H راح ينفصل من هنا يروح هنا، فشي يكون كون صوديوم زائد الماء زائد كلور، تمام، او يعني هو التفاعل يصير كالاتي، الكلور يجي هنا فيصير NaCl ثاني H2O، صح؟ صح. الاسيد قابلية المركب على اعطاء البروتون، شوف انطى البروتون لمن؟ للـ NaOH، فالـ NaOH هو اللي استقبل البروتون، اذا الاسيد هو اللي ينطي البروتون والبيس هو اللي يستقبل البروتون، فصنفت انه هذا ترى البيس وهذا الاسيد، ليش؟ انا هذا اللي ينطي البروتون هذا اللي يستقبل البروتون، فهو هذا قصده بال يعني برونستيد بالمقوله مالته او القاعده العلميه مالته. يقول لك صنف هاي المواد على انها هي اسيد لو بيس. هسه شوف هذا عنده هيدروجين ينطي هذا ينطي بروتون، بينما هذا هو يستقبل بروتون فيعتبر بيس، هذا يعتبر اسيد، هذا هو ينطي البروتون هذا هو يستقبل البروتون، والاي والاف والجي عليكم، هذا اسيد ليش؟ لان هو ينطي بروتون، الاف هو يريد بروتون حتى يكون اتش اف، اذا هو يعتبر بيس، هذا شو يعتبر؟ أسد، هو ينطي 2H، هذا OH هو يريد هو يريد هو يريد H حتى يكون مي، يعتبر بيس. صنف لي هذا وهذا وهذا. أكو فد ملاحظة مهمة لازم تتعلموها اللي هي أنا من أجي مثلا أفاعل HCl مثلا ويا ماء، طبعا الماء يسلك سلوكين اما حامضي او قاعدي حسب التفاعل، هسه اعلمكم عليها ايش راح ينطي. الاتش يجي هنا في يكون H3O زائد كلور، صح؟ لان هذا بيس، يسموه السلوك الانفوتيري او هيجي. الماء اذا تفاعل ويا اسيد يعتبر الماء قاعده، واذا تفاعل واذا تفاعلت قاعده مع الماء يعتبر الماء اسيد، يسلك سلوكين بالاتجاهين يشتغل. فهنا يعتبر هذا الأسيد، مدام هذا أسيد إذن الماء راح يسلك شنو سلوكه؟ بيس. راح يقول إحنا مو قلنا متعادل، متعادل بس سلوك، يسلك سلوك يعني هو يستقبل البروتون، يسموه سلوك. زين، هذا الـ H هذا الـ شنو كان؟ هذا أسيد، من تفكك شنطة أنت CL، هاي CL شو يسموها؟ يسموها conjugated
بيس هي مو اسيد تتحول الى بيس كونجكيتي. شنو يكون قرين؟ قرين قاعدي. ليش؟ لان فقد البروتون. هذا الاتش 2 او شنو هو؟ بيس. من استقبل اتش صار صار اتش 3 او. شو يسموه هذا؟ هو بيس. شو يسموه؟ اسيد كونجكيتي. هاي وهاي يسموها اسيد بيس كونجكيتد بير. بير يعني اثنين. وهذا وهذا يسموهم اسيد بيس كونجكيتد بير. تمام. ناخذ مثال اخر نفهم اكثر. مثل عندي ال ان اتش 3 من يتفاعل ويا ال او اتش ينطي او من يتفاعل ويا اتش ما يصير يتفاعل ويا اتش لان هذا يعتبر بيس. من هسه من يتفاعل ويا اتش خلي ويا مي حتى يكون افضل. اتش 3 زائدا مثلا يتفاعل ويا مي. المي راح يسلك سلوك اكيد هنا شنو حامضي لان يعتبر هذا اسيد. المي راح ما دام انه حامض راح ينطي اتش وحده هنا فتكون ان اتش 4 زائدا او اتش. ال H3 ال NH3 شنو هو؟ أسيد. شكون من يتفاعل ويا بيس كون NH4. NH4 شو يعتبر؟ conjugated base. هذا شنو يعتبر؟ هذا اعتبرناه بيس. من كون OH conjugated acid. هذا وهذا يسموها يسموها acid base conjugated pair. هذا وهذا يسموه acid base conjugated pair. انتهى الموضوع. هاي مهمة نعطيكم عليه يعني أمثلة ما أتوقع يعني سهلة جدا. هذا طبعا example. شوف هذا إني حلو إني إياها لأن هي جدا سهلة إن شاء الله جدا سهلة. زين نحن راح نتوقف نكمل بقية المحاضرة بالبارت الثاني حتى ما تكون عليكم ثقيلة. شكرا لاستماعكم. أي سؤالتكم أنا حاضر. السلام عليكم.